الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما قال تعي ترك المشي طبعا ترك المسكين طبعا وحاينو قرأنا حمد سبوتنا مع المختار محمد سعيد عطوش مع المسلسكة يدوس من المقيم هذا ما حصل يا رب كن يسجح بقول يخطى عليك ظلم ودور يوم أنتم عنكم من سبوتيان أو سيرويان مع المختار حرصوا بحضر ذلك وحبرشو وهير كالغالي تعمع الله وذلك دبت السلاح وحين إن شاء الله تعالى ما توقفنا بنا أحمد سبوتيان أرضينا روحة كم وقت فرحة إيو إنه معلمكم يصدينا أي سبوتيان انت استخدام وقع عنك اليوم وحين ان شاء الله تعالى بلغري ناهية كدب برنامج في حفلة او قمان سرا ادي ادي يوم هاسنتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون نحن مسلمون إخوة نحب بعضنا بعضا نحن مسلمون إخوة نحب بعضنا بعضا نحن كجسد واحد إذا تألم عظم أصيب الجسد بالحمى أصيب الجسد بالحمى الله الله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله يا مسلم ساوي أبرار عوي الله وانظري إليك تبر منها سيفا تبر منها سيفا كان واحد هاي كريستال كنوشكا يا عوال كنوكي دبلا عايز كان مدي دينا عايز كان مستيني مدو داعيا هاو وانا يبقى مونا دي عالية مع نوز كنا لا يرشع بس عصانا ربنا بك كنوسها مدى كنوكي دي سنة ربنا بك تكاسي آخرنا من الله كل ما شو برعي كل يوم شاحة من لقى أصحابتي والله الله رو ما رو كجاسي إذا رو كحالي كل سنة كل رو وأنا مدرية وحنا بولجة إلى هين كاهن وما كاب عائلي مش سال راجلي الحمد لله والصلاة والسلام
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الطلاب، يا أيها الطلاب الأحباء، أهنئكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى صوته إن ما تمكن كتبتك حديثي بخصوص ذاتي معك يا مختار محمد سعيد. وحنكال الدولة تاريخي لك وقصر سمعنك قد عيسي مولا. وهرم لك عن عمك وحريا ودمست مختار محمد سعيد عبدي تاريخ ودشه وحريا كنسى يلبق الإيصدح سلاشتي معلم مركز في دبلن
aan aqaanay markaasi waxaan hadaan xasuusto laha waxaan maalintii ugu horreysay aan isbaranay ama aan wada kulnay waxay ahayd markaasi ku dhowaa markaasi meelahaas ayaan markaasi macalinka isbaranay muddada intaale ilaa iminkana waa isnaqaanay UCD sare Bayburi Secondary School waxaan ahayn isku galaas ama isku basal baan ahayn meel laba mudo percent laakiin markii jaamacadda la soo galay ayaanu tababarnay isaguna waxa uu qaatay injineeri anigna markaasa jaamacadda argisu galaanigla jaamacadda ingiriiska markaasi saddex sano ahayd ayaa markaasi aanu soo dhumay markaasi macalinka aad waxaan u garanayaa in markaasi macalin khibrad markaasi aqoon iyo karti dheer markaasi sometimes macalinku xataa anigana macalin waawi ahaa oo mararka qaar markaasi maadooyinka qaar sometimes marka wada caafrinayo waa markaasi wuu imana jiray markaasi waa noqonna wada dhigan jirnay meelna wax waanu ku wada aqsan jirnay muddo badan markaasi aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa macalin mukhtaar oo maanta markaasi waa marki doono markaasi aan sii joogtinayno xafladdaasi ay maanta leenahay ilaahay ha kuu fudaydiyo markaasi aqoontaasi aad doonaysayna soo barato iyo waxaynu ilaahay ugu rajaynaynaa khayr in markaasi dhulka uu ka yiri ilaahay u fudaydiyo waan wax dhibaataa jirkana aanu ku sii aray waxaan leeyahay markaasi aan maryo amalyo macalin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. لكن الوجود المتعب يعني لم ينتهي لكن عندنا علوم المتعب ان شاء الله نحن نشير مع الرسل والولايات لان معركه المتعب ان شاء الله سوى عامر في اعمالنا ومن عليه كسر هيا مريا بعد التوكل رقم الى عشرات يوم لا يسرع وان يكون حيوان احمدين ايا انت تعطالون لانا رسول مرانا كشي كيرو انك السؤال مطعين من اكبر ورياتي انا وليت اتان شارع ومدى ايا اتان على المطار وطوح انا نعطيها كنت اسوه مرانا يمكى لي ومرانك اللي بلقى عاتفتن وحاولت اتنا اعطان هاي نسوه ايضا ان شاء الله تعالى لك اعطيني فضف لنا معلمين تبص موجودة دلالة فرطانية تعب فرطانية وفرطانية وعلى ممكن أن أرمو وحنا جرمان وحنا قرينين وحنا أخيرين وحي كاري لم تفع قوية أو إحقارية وحقرية وحدي أرسمية abaal aanu wada ka dhigay weli weli ku jiraa marka soo waayo ayo waan ku badan aan u fariya ciitaaga cunto ku siiya reer gacan ku xira ku fariya maalin ka wada ku jiraa maskaxda maskaxda la ku fariya oo aqoon iyo cilmi ku jira saad raadin maalin ka abaal kisa ina ma ku jiraa afnadan jeedinay laakiin qabanay waxay ahayd inaynu macalinka meerkiisa gelino inuu abaal badan oo dalay in badan nala dadaalin waxna barayn khayr kariyo qaarnana gaadhsiiyo qaarnana raadsiyo taas ayaynu xafladda u qabanay inu tagasiyo macalinka ardaygana waxaa la gudboon marka sa macalimiintiisa inu xasuusnaado oo niyadda kusoonay abaal badan uu duceeyo ilaahay ugu fayo anigu anigaa idan la hadlayaa macalimiinta inu markaan xasuusto wallaahi waan duuraadaa mararka qaarku markaan xasuusto maskaxdayda ay soo maraan macalin habeen iyo macalin habeen iyo macalin habeen oo intuba wax idigi jiray oo dhibka loogu qaadan jiray oo hadiyo habeen bamujaalmaasa waxii bari lahaayeen qof iga dhigi lahaayeen aqoon leh